بس الواد قال له يا بابا اوعى تقول لماما تضربني. قال له عيب يا كام، انت راجل عايز سم يموت الفراد ما يكونش فيه ريح. شوف بعد جثه عشان خاطر اخواتك. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، القناه المعنيه بعالم الجريمه اللي من خلالها بنرسخ لمفهوم مهم جدا، ان الجريمه مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محاله. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت في محافظه القليوبيه بالتحديد داخل مركز كفر شكر. ايه اللي حصل؟ كل معظم الجرائم اللي بتتم لما يكون بين راجل وست او راجل او زوج وزوج بيكون بسبب الخيانه. هي بتقتل جوزها علشان بتخونه، اتفقت مع عشائها انها تقتله. الحاجات المتعارف عليها اللي بتسهر من الوقت للتاني، ودي حالات استثنائيه لان العلاقات دي بتبقى فيها حاجات ما نقدرش نقول ان دي يعني كتيره، لا دي حالات شاذه، وتبقى من ناس يعني ما عندهمش لا رحمه ولا قانون ولا بيخافوا من ربنا ولا عوز بالله. فمعظم جرائم القتل لما يكون طرف زوج وزوجة بيكون بسبب الخيانة. الزوج احيانا بيقتل زوجته لما بيدخل لقاها بتخونه. الزوجة بتقتل جوزها لما يكون لها عشيق. ده اللي متعرف عليه. تعال نشوف الجريمة النهاردة اللي حصلت في كفر شكر محافظة القليوبية واللي ملهاش دعوة بالخيانة خالص. ايه الموضوع؟ زوجة اسمها الاء، ولاء عندها 29 سنة، متجوزة من السيد كامل الشحات، اسمه كده السيد كامل الشحات، وعايشين ومخلفين، وهو عنده ولد وتلات بنات ومسمي ابنه على اسم ابوه اسمه كامل، ما هو الاب اسمه السيد كامل، سيد كامل الشحات، فهو مسمي ابنه على اسم ابوه كامل. طيب هو الواحد لما بيتجوز ملزم ان انا اصرف على اهل مراتي؟ يعني سمعنا مرة ان واحد راح يتقدم لواحدة فشرطت عليه انت بتتجوزني اهو بس انت ملزم تصرف على اهلي؟ طبعا لا. هي كان اخواتها يتمة، بس اخواتها كويسين كبار يقدروا يعتمدوا على نفسه. هي كانت بتعمل ايه بقى؟ اتجوزت، وكان فعلا جوزها السيد كامل الشحات كان فعلا بيصرف على اخواتها بامان، وكان قايم بدوره خير قيام. بس الكلام ده في ظل الظروف دي صعبه، صعب ان انا اصرف على مراتي واصرف على عيالي واصرف على اخوات مراتي، مش منطقية، وانا مش ملزم بيهم، انا اتجوزتك انت ما اتجوزتش اهلك ولا اتجوزت اخواتك، حتى لو كانوا بيشحتوا، حتى لو مش لاقين ياكلوا، حتى لو كانوا بيتسولوا، انا مالي، انا اتجوزتك انت وبصرف عليك انت وبصرف على عيالك انت وكنت بصرف على اخواتك، لكن يا ستي انا مش ملزم، ده كان تعطف مني، رحمة مني، معايا فلوس زيادة بصرف على اخواتي، لكن دلوقتي الظروف صعبة. فكانت بتعمل ايه بقى ولاء؟ كانت بتسرق من جوزها وتروح تدي لاخواتها. شعور جميل، هي بتحب اخواتها وده شيء جميل، لكن ما تسرقيش من جوزك، لان في الاول وفي الاخر جوزك مش ملزم يصرف على اخواتي. فجوزها عرف يلقى فلوسه في الصبح ناقصة، يبقى راجع مثلا من 200-300 جنيه يلقى 100 جنيه في فلوس، ما عرفش. شوف انت كنت سهران فين، شوف مين اللي خد منك الفلوس، لغايه ما الواد كامل ابنه قال له يا بابا ماما هي انا شايفها فاتحه المحفظه وبتاخد فلوس وبتدسها في جيبها. فالاب عرف ان مراته بتسرقه عشان تدي لاخواتها، بس الواد قال له يا بابا اوعى تقول لماما تضربني. قال له عيب يا كام، انت راجل. الراجل ابتدى يعمل ايه؟ ما ياخدش فلوس في البيت، مخبي فلوسه، تيجي تدور في جيوبه مفيش. تبقى عايزه تصرف على اخواتها، كل شويه هاتي هاتي معهاش. قمت تفكر في ايه بقى؟ قالت خلاص انا مش عايزه راجل في حياتي، انا عندي عيالي ربنا يخليهم لي، وجوزي عنده فلوس وعنده حساب في البنك ومجرش،
لو جوزي مات الخيط ده كله هيبقى ليا ولولاه. انا مش عايز اجوزي، اعمل بواه خلاص، اللي كنت متجوزاه عشانه خلص بح. انا كنت متجوزاه علشان اخلف وعشان يصرف على اخواه، مدام مش مدام خلفت وانا مليش في الرجال ومش عايز رجاله في حياتي ولا بحبه، انا اهم حاجه اخواتي ربنا يخليهم لي. قمت اعمل ايه بقى؟ شفت الزوجه وان طالت عشرتها، راحت اشترت سم فران، راحت للعياده البيطريه او الصيدليه البيطريه، قالت لهم الفران مبهدل لي الدنيا في البيت، عايزه سم احطه على طماطم ولا خيار بس يموت الفران. قالوا لها سم قوي جدا وملوش ريحه، وده اهم حاجه ان ملوش ريحه عشان لما تحطه الجثه ما يشمش ريحه. فاكدت على الصيدلي بتاع الصيدليه البطاريه عايزه سم يموت الفران ما يكونش فيه ريح. قال لها ده احدث حاجه، هو مستورد ما فيهوش ريحه خالص، حطيه على الخياره ولا الطماطمايه، مجرد ما الفار مجرد بس ما ياخد اول قطمه هيموت. هي عارفه ان جوزها بيحب عصير التمر هندي، تمر هندي بتاع جوزها كل، قالت له انا عامل لك تمر هندي والله فيك الخير. في الوقت راحت مطلع 10 جنيه من جيبها، خد يا كام، ايوه يا ماما، خد يا حبيبي ال 10 جنيه دي، خد اخواتك هاتوا كيس شيبسي وكلوه والعبوا وتعالوا. حاضر يا ماما. خد كامل ال 10 جنيه من امه وخد اخواته نزلوا الشارع يلعبوا، جابوا كيس شيبسي من ابو 10 جنيه، جبنه متبله اللي بيقولوا عليه، انا بحب دايما اجيب التفاصيل حتى الصغيره، جابوا كيس جبنه متبله. الواد جاب كيس الشيبسي وقعد هو واخواته ياكلوا، والراجل شرب عصير التمر الهندي وابتدى يحس. بتقول له ماله، هو طعمه متغير؟ قال لها لا بس انت مكتر السكر يمكن. قالت له ما انا عارفاك ان انت شجيان فقلت اكتر لك السكر. قال لها تسلم ايدك. شويه ابتدى قال لها انا حاسس اني عايز ارجع. قالت له برد، واخد برد في معدك، ما انا قلت لك ما تخفش وانت نايم. قال لها يا ولية انا كنت متغطي. قالت له ده برد، ده عايز ترجع يبقى برد. شويه ابتدى يرجع تعبان، هاتيلي الاسعاف هاتيلي الاسعاف. قالت له اسعافها يا راجل، هي مستاهله، انت هتفضل اللي في بطنك؟ قال لها العصير ده من ساعة ما شربته وانا حاسس ان انا مش مظبوط. قالت له كان ريحته في حاجة؟ قال لها لا، هو كان سكر وزياد. قالت له طيب يا اخو، هو شوية بدها ترجع اللي ببطنك وابقى اعمل لك شوية عصير تاني تشربهم بعد ما ترجع. فضل يرجع في الوقت ده كامل، ساب اخواته وطلع بيقول لقيت ابوي، ده الواد هو ده بيحكي في التحيات، لقيت ابوي نايم على الكنبة وبيرجع من بوجه، وامي جايبه الجردل تاخد من على الارض وتحط في الجردل وتمسح. فبقول لها ماله يا بابا، ماله بابا، ماله بابا، بعيط. قالت له اطلع يا ابني، اخواتك في الشارع بقى تخبطهم يا ابني كذا كذا، اطلع بسرعه. قال خفت وطلعت رجعت لعبت مع اخواتي. جوزها بيقول لها طب هات لي الاسعاف، انا بموت يا ولاء بموت. قالت له غور في داهيه، انا اللي حاطط لك السم، وادي السم بتاع الفيران اهو، وحاطه لك في التمر وهسيبك لغايه ما تموت. كان ابتدى ينازع ومش قادر، لا قادر يزعج ولا غيره، لغايه ما مات تمام، مات مكان. مسحت هي غيرت له هدومه كل مطرح ما كان بيرجع على هدومه وعلى الارض، وراحت ملبساه هدوم نظيفه وراحت مدخلاها اوضه النوم وابتدت تصوت الحقوني يا ناس، ازمه قلبيه ازمه قلبيه. واتصلت باخواته واهله، جم ابتدى طبعا مي شاب، ابتدى اخواته يجهزوا لي سرادق الدفنة ويعملوا صادق العزاء، لغيت ما كامل جه وقال له يا عمو بابا كان قاعد يرجع وماما كانت بتشيله الترجيع وقالت ان هو مات. الكلمة دي سمعت عند اخواته، وهم كانوا عارفين ان اخوهم اللي هو جوز ولاء كان بيصرف على اخواته، وان مشاكل كتير كانت بتدب بينه وبين مراته بسبب انها كانت بتسرقه، كان الاخ السيد حاكي لاخواته كلهم. على طول اتصلوا بالشرطة، جات الشرطة، الطب الشرعي أثبت إن هو ميت بسم فيران مركز، وتم دس هذا السم في عصير، وفعلا هي كانت عاملة له عصير تمر هند. وجه كامل ابنه الصغير شهد على أمه، قال أنا شفتها وهي بتمسح الترجيع، رغم إنها نفت خالص، لا في ترجيع ولا في حاجة، ده أزمة قلبية، حط إيده على قلبه قال أخي يا قلبي ومات. الطب الشرعي قال لا لا، وراح اجيب الدكتور اللي شغال في الصيدليه البطاريه، قال ايوه هي اللي جت مني وقالت لي عايزه سم فران ما يكونش ريح، هي دي. تم القبض عليه، اعترف التفصيليه، قالت ايوه انا اللي قتلت السيد جوزي علشان مش راضي يصرف على اخواتي
وكان بيزعل لما كنت باخد فلوس هديها لاخواتي فقلت اخلص منه والفلوس واولادي، انا مش عايز رجاله في حياتي، انا عايز الفلوس وعايز اولادي واصرف على اخواتي. شفت الزوجه باعت جوزها عشان خاطر اخواتها. حكمت المحكمه حكم القضاء العادل على ولاء بالاعدام شنقا بتهمه قتل زوجها بدس سم الفيران في مشروب عصير التمر الهندي. يبقى ده هو الجزاء العادل. عشان كده بنقول يا جماعه في مقدمه كل حاله بقول ايه، الجريمه مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محال. هتحكم عليها بالاعدام، لا هتصرف على عيالها ولا هتصرف على اخواتها، وقتلت جوزها واولادها. تقول بقى مين يربيهم لو كانت فكرت؟ ودايما بقول يا جماعه لو فكرني دقيقه واحده، دقيقه واحده قبل ما نرتكب اي جريمه، يا ترى لو اتمسكت، طب انا هتمسك، جوزي هيموت، مين هياخد باله من ولادي؟ لو فكرت في ولادها ما كانتش ارتكبت الجريمه. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.